في محافظة صلاح الدين وخاصة في مدنها الرئيسية كسامراء وتكريت برزت مؤخرا تزايد حالات حوادث السير التي أزهقت عددا كبيرا من أرواح المواطنين المارين من تلك المناطق، والسبب هو ارتفاع أعداد الجواميس في المحافظة والتي جلبتها العوائل الجنوبية التي اتجهت إلى محافظة صلاح الدين وبدأت تستقر هناك وتعيش في تلك المناطق. تصريح لمدير مستشفى سامراء محمد هاشم قال بأن وحدة الطوارئ في المستشفى استقبلت عشرات الإصابات الشديدة وحالة وفاة جراء حوادث سير تسببت بها حالات عبور الجاموس على الطرق العامة في مناطق سامراء والدور وتكريت. ومن بين الحوادث الأخيرة حادثة وفاة الطبيب إبراهيم عبد الغفار المقيم في مستشفى سامراء، وذلك بحادث اصطدام سيارته بحيوان الجاموس. دعونا نتابع لقطات من تشييع الطبيب المتوفي وحديث أحد زملائه. أنا طبيب ودام في مستشفى طوارئ سامراء. هذا الحادث ليس الأول وليس الأخير، هذه حوادث متكررة، في كل أسبوع هناك حادث. قبل عدة أسابيع عائلة بالكامل دعمت أو دهست بجاموسة سائبة تعبر الشارع على الطريق السريع بين سامراء وتكريت أو بين سامراء والدور، وفقدت كل العائلة. قبلها فقد شاب، قبلها دعمت 4-5 سيارات، والحوادث في تكرار. الأمس فقدنا زميل وطبيب معنا يداوم في الطوارئ، هو من كان ينقذ المدعومين بالجواميس. الأمس أتانا جثة مدعوم متوفي، ندعو السلطات المحلية لإيجاد حل هذه المشكلة.